يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب أحب الأطفال، ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على كثرة الإنجاب في أحاديث صحيحة، وتقول لي أمي نظم النسل، إن نظمت نسلك فأنا راضية عنك، وإن لم تنظم فلست راضية عنك. يقول هل لها ذلك وهل يجب عليك؟ أبد لا ترضى أبد، هذه معصية ولا يجوز لك تطيعها في معصية الله عز وجل. فإذا كانت لا ترضى إلا إذا عصيت الله فلا تطيعها. نعم.